صبايا بهيدا الفيديو الجزء الثاني لرحلتي الى سريلانكا. اذا حابين تشوفوا الجزء الاول ما تنسوا تشوفوا الرابط اللي راح يكون موجود بخانه الوصف في كل التفاصيل اللي انتم بحاجه لها، سواء وصولي الى كولومبو وكمان زيارتي الى كاندي. ما تنسوا اكيد ان هلا انا وصلت الى نوريليا عاصمه الشاي، البلد اللي جدا رائعه اللي هلا مع بعض راح نشوف معالمها. من هون فيني احكي ان بلشت اجازتي. نوريليا جوها بيجنن، بارد بالليل حتى غرف الفندق ما فيها مكيف. واول معلم سياحي زرته هو بحيرة جريجوري اللي تعتبر من احلى البحيرات في سريلانكا، وبنصح كل الازواج اللي بدهم يقضوا وقت كتير حلو وشهر عسل ممتع انهم يزوروا هيدي البحيرة، لانهم فيهم ياخذوا صور كتير حلوة تضل ذكرى حلوة معهم طول العمر. وصلنا الى اول محطه رح نركب البوت السريع سريع. تعرفوني انا بحب المغامرات الا شويه. بسم الله. نحن هلا في بحيرة جريجوري. هو في شفت بقر وشفت كلاب وشفت اي لحظة بابلو وشفت حصنة. في الحصنة الحلو فيهم انه قياسات مختلفة، يعني في ميني حصان، في ميديم حصان، وفي لارج حصان. مبدئيا بابلو الشكل اللي انا بحكيه عن الرجال، اوكي، في اليوتيوب تبعي رح يطلع على راسي. بابلو مش حاببني على فكرة. بابلو بابو بابو مين بابلو؟ اوكي، فهو مش حاببني. ففيكم تعملوا كثير في سبورتس مائيه، فيكم تعملوها ووتر سبورتس مثل جيت سكي، سبيد بوتس، اشياء كثير حلوه. اوكي، الدرهم 48 روبي، ف 6000 يعني تقريبا 100 وشي درهم ركوب السبيد بوت، which is very reasonable على اسعار الامارات. هيدا الجسر في الطريق ما بين جروجري ليك والميلك فارم اللي هلا رح اروحها بعد شوي. بس الطبيعة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خلابة. مزرعة الأبقار النيدرلندية تقع جنوب شرق مدينة نوريليا، وهي محاطة بالسهول والتلال العشبية وطبيعة مشابهة للمزارع الأوروبية والنيوزيلندية. وبتحتوي هذه المزرعة على كثير أنواع مختلفة من الأبقار، الماعز والأرانب وحتى الدواجن. لا لا لا، هي نو نو، هي الله، حلو طعم الجينز مامي. لو سمحتي لو سمحتي. عشاء النباتات والأزهار والحياة الطبيعية راح يحظوا بفرصة كتير كبيرة لمشاهدة أكبر مجموعة من الأزهار والنباتات النادرة حول العالم في مكان واحد. المكان كتير حلو لا شك بهيدا الشيء، بس الصراحة إنه المناظر الطبيعية برا
احلى من المناظر اللي هون، لانه هون بحس انه كل شيء مرتب، شجره شجره، عرفتوا كيف المقاس بين الشجره وشجره متقاس، لكن برا بتحسوا طبيعه، بتحسوا انه سبحان الله انه الصخره هندسه ربانيه محطوطه في مكان، الاشجار الشجيرات الحشيش الوانه تدرجاته، ما في احلى من الهندسه الربانيه. وهيدا الجلاس هاوس، ما اجملها ما اروعها هيدي النبته، سبحان الله مثل الضفيره. إن موعد ركوب التوك توك. توك توك تايم. هيدا هو يا جماعة التيم اللي بيجهز تبع فندق تشير دوتشي دريم رايد. وبهيك انتهى وقتي بنوريليا، وعندي طريق كتير طويل لكولومبو حوالي 7 ساعات، لكن ما حسيت فيهم ابدا، لانه بالطريق اتعرفت اكتر على الشعب السريلانكي اللي كتير طيبين، وشفت الشلالات، وكمان جربت احدى الرياضات اللي كان نفسي اجربها من زمان وهي الووتر رافتينج. هلا وصلنا يا جماعة للووتر رافتينج. اوكي، هو بالطريق من نوريلا لكولومبو. very nice view. لا 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 حلوة لا 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 ريلاكس ريلاكس لا لا. وبهيك تقريبا تكون انتهت رحلتي لسريلانكا، هلا رايحة لكولومبو اللي هي العاصمة لحتى أقضي آخر يوم، لأنه بكرة صبح طيارتي، فبس هيك يدوبك رح نام، رح تعشى ونام. هيدا الفندق أنا سمعت عنه العجب يا جماعة، هيدا الفندق موجود بكولومبو، كتير كتير حبيت اني انا اسكن فيه لانه عجبت صوره بالbooking.com كتير حلوة. مبدئيا تعرفوا قديش انا بحب الطبيعة وبحب الاسماك وبحب هالقصص، سو حبيت الانترو تبع الفندق كتير حلو، حبيت شوفوا قديش ما بعرف مبين ولا هاي ماني يا حالاتكم انتو. واو، شوف القعدة الخارجية طبعا. فندق أسمى موقعه بجنن، غرفه بتاخد العقل، حديقة فوق الخيال، حتى السويمينج بول على إطلالة كتير كتير حلوة، غير طبعا الخدمة اللي كتير بتجنن لكل الموظفين اللي هنيك، كتير بيساعدوا بأي شي بدكم إياه، وحتى أكلهم كتير كتير حلو، سواء العشاء والفطور. وحان الآن موعد الذهاب إلى الغرفة. الله بسم الله، ريحة الغرفة بتجنن بتجنن بتجنن. أما الآن حان موعد السرير. وهلا هيك نظرة أخيرة على الغرفة بتضوي، لأنه أمس أنا بعرف إن أنا صورت لكم وكانت كتير ضلمة الإضاءة، سو هلا رح فرجيكم بشكل سريع الغرفة والفندق من تحت.
لأنه بات. وهاي السمكات. انتي بخبخة بطة بطة. Good morning. Good morning. هاي ده اللي سمي فول. بما ان الموضوع كتير مطول خليني اختم الفيديو هون، لانه عن جد في كمية ركاب لم تشهدها عيناي من قبل، يعني اكتر طيارة شفت فيها عن جد كمية ناس كتير. بالنسبة لسفرتي كلها تتعاملت مع مكتب حجوزات، المسؤول عنه اسمه عبد الرحمن، راح اترك لكم اسمه تحت الديسكريبشن بوكس. كان عندي درايفر طول الطريق، سو العملة تبعه مثل ما قلت لكم، يعني الدرهم الواحد يعمل 48 روبيز. اول ما بتنزلوا المطار في مكتب اتصالات فيكم تشتروا سيم كارد من هنيك، اتذكر 12 دولار بتاخدوا كارت في ما بعرف قديش مكالمة محلية، 200 دقيقة مكالمة محلية، وفي انترنت لا محدود، يعني طول انليمتد انترنت كونكشن طول الوقت. وشو تاني، وفيكم بعدين تعبوا، وانا عبيت ب 1000 روبي بس طول السفره، وكنت بحكي كل يوم مع على الامارات مع اولادي وباخذ راحتي بالحكي، يعني مش متأيد. فكلياته على بعض يمكن كلفني 24 دولار موضوع التليفون. الحجوزات كلياتها تذكره مع سكن وكل شيء كلفني تقريبا 6000 درهم اماراتي، which is again ما بتقدروا تحكموا على هذا السعر، لانه بتفرق سيزن من سيزن والفندق اللي انتم بتختاروه. سو انتم لازم تعرفوا انتم بالضبط شو بدكم لحتى تختاروا الفنادق والتيكت الطياره وهذه الامور اكوردنج للبادجت تبعكم. انا كثير مبسوطه برحلتي بسريلانكا وديفنتلي راح اعيدها، بس المره الجايه راح اجي على نوراليا وراح اجي على في بنوت جبل تاخذ راحه في بيزا. بدي اجي على نوراليا وبدي اجي على بنتوتا. يس سو ذاتس ات جايز، ان شاء الله رحلتي عجبتكم فادتكم واعطيتكم فكره عن سريلانكا. واللي حابب يجي سريلانكا اي توتلي ادفايز ان انتم تيجوا، حتى كثير مناسبه للعائلات. انا كثير بحبكم وعن امل ان شاء الله اني اشوفكم فيديو فيلوج كثير قريب، وان شاء الله كمان تكون سفره. لاف يو.